مرحبا واضح، انا هادي اسود. كل العمر لا تقسى وكل البين لا تنسى، اموت بلاك اموت بلاك اسود. رهيب والله رهيب، الله ما اكبر غلط يمد بحبك فؤادي. في وجع، في زعل، في شوق، في محبة، في 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 أميات إنه ترجع بلدنا مثل ما كانت. أكتر مرة توجعت فيها لما على بلدي، لما شفتهم عم يغرقوا بالبحر، لما شفتهم مشردين. إنه السوري ما كان بحياته مشرد، كان كل حياته فاتح بيوته للعالم. في وجع كبير، يمكن أهلي حسوا أكتر من ما أنا حسيته، لأنه أنا كنت كل الوقت يعني سافر هون وهون، بتعرفي عم نشتغل. يعني ما في شيء محدد وجعني، بس وضع البلد إنه رجعنا تقريبا 20 سنة لورا إذا مو أكتر، وما من السهل، سوريا ما السهل. كل العمر لا تقسى، كل البين لا تنسى. بدي رسالة لبلدي أنا تحديداً، لشباب بلدي، إنه قد ما فينا نحب بعض، قد ما فينا نكون نعطي صورة حلوة عن بلدنا، يعني نجرب قد ما فينا نحب بعض ونبعد عن القصص الطائفية والعنصرية واللي عم تفرقنا بهال، والسياسية طبعاً اللي عم تفرقنا، لأنه أنا بحكم سفري شفت اللي هيك واللي هيك، وكلهم أصحابي وكلهم حبايبي وكلهم أولاد بلدي، فبتمنى يفكروا بهالطريقة. ينبت بحبك فؤادي. كنت عمري 8 سنين، أول غنية حفظتها كانت سلمتك بضلة الفنان كاظم الساهر. كنت كل ما حدا أجا غني له إياها، آخر شيء عمي قال لي عمو ما بتعرف غير الغنية؟ صعبة، في كتير عالم بحبهم، بس بعتقد وبعتبر انه الفنان لازم يكون عنده هو يعني الايدل، هو نفسه اول شغلة، انه يطلع من حاله ليلاقي شخصيته. صعب الفنان يلاقي هذا الشيء، يعني ما نهين ابدا انه يلاقي الهوية تبعه، وصعب علي كتير لأنه أنا بغني كل الألوان، يعني ما عندي مشكلة بأي لون تعطيني، بأي نوع بالمجال الغناء، يعني أنا ما كنت أتخيل حالي أنه كل وقت غني شعبي مثلا، ولا كل وقت غني طربي، كان بدي شيء بين هون وبين هون بس يعطي روح الشباب اللي فينا. هذا الشيء لقيته باللي عملته بآخر ثلاث أغاني يعني تقريبا. وينها ما تدري غيابك.